إنما كنت مرحبا بكم في حفلنا والفخر لي. أسأل الرحمن أن يجمعنا في جنان الخلد مع كل ولي. عليكم منا سلام الله ما سطعت شمس الضحى وأنارت سائر الحجب. عليكم منا سلام الله ما انهمرت بالقيد أذن وما تسقيه من عشب. قطوف من زهور الياسمين نقدمها لكل الحاضرين، وفيض من تحيتنا إليكم تقر به عيون الناظرين. يقع مركز آل زيدان شرق المحافظة الدائرية بني مالك، ويبعد عن مقر المحافظة قرابة 35 كيلو مترا، ويحوده من الشمال جبل حبس، ومن الشرق الجمهورية اليمنية، ومن الغرب جبل آل سلمة، ومن الجنوب مركز عفوان. وتبلغ مساحته الإجمالية قرابة 75 كيلو مترا مربعا، ويضم ثلاث قبائل هي آل يحيى وآل زيدان وآل نخيف. يبلغ عدد سكان قرابة 3500 نسمة، ويزاولون النشاط الزراعي بنسبة تزيد على 70%. تشتهر أراضي مركز آل زيدان باحتضانها منابع أشهر الأودية، ومنها وادي الضمن وأعالي وادي أهراعي، ويضم أشهر القرى الأثرية، ومنها الولجة، الحدبة، المحامة، الجزعة، العرقوب، العصينة، والفدنة، الرونة، الفهير، آل محمد المداء وغيرها. أقول يا شعر يا قبطان بحر الشعر يا بحارها، يا شعر يا قبطان بحر الشعر يا بحارها، يا صايد الجزرة ويا رسام فن الشاردة، ما لك عذر والنادرة تهذيبها وتختارها، يوم الحروف الأبجدية نارها متواردة. سجل حضورك يا مودايم ينور نورها، تفرح من أفراح الأهالي بالوفود الواردة، ومحافظتنا كلها قالتها بزوارها، يا مرحبا واهلا هلا عدل من الفراعدة. ترحيبة مسلومنا فوق السماء مقدارها، دام القوافي حاصرة والشاردة متواجدة، يا مرحبا والبن الأشقر بالعويدي بهارها، واللي يشرب فنجاننا ما يقتصر من الواردة. نقول عاش الملك من داس العدا في جحورها، ملك الحزم ملك العزم ملك الوطن وقايدة. نقول يا محمد ولد سلمان يا مغوارها، حنا معك واللي يعادي المملكة تبت يده، المملكة يا من نشد عن حالها واخبارها، حنا مع حكامنا فن وسعادة سايدة، عاش الوطن والمملكة الله يعز رجالها.